كأنه القرآن الكريم يريد يشعرنا، يقول لنا ترى أنتم مالكم إلا حصة، يعني حصة، يعني لا تروح بعيد. أنت شيلك من هالدنيا، إيش تأخذ من هالدنيا؟ شو تفرض الدنيا مملوءة ذهب، مملوءة ملابس، أنت تقدر تلبس لك أكثر من ثوب واحد في وقت واحد؟ وهذا نفس الثوب اللي أنت لابسه، والرغيف اللي تأكله، وعمر أيامك محدودة، تخلص من يوم بعد يوم وتطلع، تنتهي من بعد هذه الأيام القليلة، تطلع من هالحياة، فنعطيك منها يمل التبعير، يعني شيء بسيط من هالدنيا راح يلحقك، فلا تروح بعيد، لا تجي تهلك نفسك حشرات. ترى كل ما تأخذه من هذه الدنيا تأخذه وبأمد بسيط محدود، لقمة مو أكثر، وثوب مو أكثر، وعمر محدود مو أكثر، وكلها محدودة مبعضة.